ودي النقطة الأخيرة الدار أختم بها، إنه كونه الله يوريك الحق أمسك فيه وقوي. يا أخي في ناس حفظوا البخاري ومسلم والسنن، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، حفظوا معجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، كل إن حفظون حفظ في راسه. يحفظوا مسند الإمام أحمد 40,000 حديث كلها حافظينها. يحفظوا الموطأ، يحفظوا الشروحات الأصول الثلاثة، القواعد المتون وشروحاتها الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، أصول الستة، لا مسائل الجاهلية، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد، واسطية حموية سفارينية تدمورية، وبرضو يتدمروا بعد دم دمرين. نحن مساكين ما نحفظ شيء، والله جابنا لا دكاترة لا كذي، واحد تلقى بتاع بصل ومنهجه وريحته السلفية ظاهرة، واحد ندخله في عطارة ريحة البدع الكعبة ظاهرة فيه، والله انت الله يجيبك يا اخ اغبش اغبش، الناس رافضينك والله. زي الرجل الجماري، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقولون في هذا؟ قال يا رسول الله، رجل قال يا رسول الله هذا حقيق بأنه إن شفع لا يشفع وإن استأذن لا يؤذن، ده فقير من فقراء المسلمين. واحد ثاني جماري، أو الأول الغني جماري، قال ما تقولون في هذا؟ قال هذا له مال، قال أحدهم له مال، هذا عظيم، هذا حري بأنه إن تكلم يسمع له، يسمع له، يسمع له، وإن شفع أن يشفع، وإن استأذن أن يؤذن له، ذاك إن تكلم لا يسمع له، أغبش، وإن شفع لا يشفع. يقول للناس يا ناس عشاني الزول ده خلو، ولك إنت شنو ذاته؟ وإن شفع لا يشفع، لا يستشفع، لا تقبل شفاعته. وإن استأذن منو؟ والله أنا فلان، أرجع دي خاصة بالناس الراغين، بالراغين آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا لو وضع في الميزان، قال ملء الأرض مثل هذا الغني لا يساوي هذا عند الله تعالى، أو كما قال. يا أخي نحن ناس مساكين ساي، الله جابنا ورانا السلفية، بصرنا، كنا في عمى، كنا في حزبية، كنا ندافع ونحن لا نعلم، بس قالوا، بس قالوا المنشور رقم كذي، المجتمع تعال. يا أخي أنا مرة بقوني في مجلس الشورى، ليه أنا ما عارف شاوروني في شو، مرة بقوني أمين على 9 مجمعات جامعة أم درمان الإسلامية، أمين عليها، لياسي لا استلمت الأمانة ولا رجعت تعشر. هلو تجي اجتماع سريع، ما في شنو، والله دارين نعمل أسبوع كويس، أسبوع فيه منو؟ فيه محمد الأمين إسماعيل، ونحن دراويش ماشيين ساي. الله بصرنا، الله اداك نعمة بعد ده، عرفت الحق أثبت، أثبت. والحق ده يا ناس كتاب سنة بمنهج منه السلف، السلف يتغيروا ما تغيروا. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا، قال أنس ابن مالك أحسب أن هذه الآية أنزلت في عمي أنس ابن النضر وأمثاله، كنا نقول إنها نزلت في أمثاله. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا شنو تبديلا، بدلوا ودرد علي محمد مصطفى. الصحابة كانوا ناس دنيا زمان، لما كانوا ناس دنيا، طيب بعد الرسول فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم بقوا ناس دنيا؟ إن قلت بقوا ناس دنيا معناها تبدلوا، والله قال وما بدلوا تبديلا، وإن قلت أصيل هن ناس دنيا معناها كذبت القرآن، انت دخلت في مقص، لأن الله قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ديل يا خنا أتكلم فيهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ما قال حزنا انتبه للآية دي قال حزنا الحزن بفتح الزاي يعني الشدة والحزن الألم الذي في القلب على الماضي الناس ذلقوا شدة لما بكوا السبب شنو حزنا ألا يجدوا ما يأخذون ويتقاتلون ولا ما شنو ما ينفقون يا ناس يا ناس توبوا إلى ربكم وارجعوا إلى مولاكم أما مصطفى توب سريع توب سريع قبل ما يجيك ملك الموت تتورط تجي في يوم القيامة ده قدامك معاوية وده علي بن أبي طالب تقدر تقول لها معاوية انت ذاتك صحابي مش هاي انت قاتلت ده مش هاي قاتلت عشان السلطة تقدر تقدر يا محمد مصطفى انت قايل دنيا بس دنيا دي ضيقة يا أخي يا أخي الشيخ محمد صالح العثيمين قال تراجعت هذه قال بعضهم لا يقولها قال تراجعت يقولها العلماء وقال هذا يدل على العلم في شرحه لرياض الصالحين تراجعت يقول أنا أخطأت وأنا متراجع يا أخي عمر بن الخطاب بيجي للرسول بيقول له أخطأت في حق أبي بكر أبو بكر بيقول له بل أنا أخطأت في حقي أنت شنو يا أخي من أنت وماذا تريد وماذا تكون أنت يا أخي تقول أنا سلفي نسبة للسلف وتطعن فيه وتغش نفسك وتغش الناس اللي حولك تقول أنا بقول الصحابة أفضل ناس هسه أنا أقول أخونا ده أفضل زول زول زاهد ما عنده للدنيا شيء مدحته ولا ما مدحته تاني بكرة أقول اتكاتل في السلطة لكن زول تمام دي مقبولة يا أخي ما مقبولة أنا أقول الزول ده راجل ده راجل أسد شجاع زول غيور بكرة أجي أقول والله الزول ده مرته في واحد شاغله قدامه سكى ازاي لكن أقول لكم شيء الزول ده شجاع وغيور دي بتتلمى تقول أفضل ناس وفي السلطة تكاتلوا يا زول انت رشدك وين عقلك وديت وين وين توب لي ربك يا ده بيجاي اسماعيل عثمان توب خلي اللخبطة اللي بتسوي فيها توب إلى الله تعالى خالد الظفيري ارجع إلى ربك ومولاك وإلا تكشف ليلا نهارا سرا جهارا ظاهرا باطنا والآن نبغضهم في الله تعالى والله نبغضهم في الله تعالى من جوا قلوبهم ها خالد الغامدي أنا قلت خالد الظفيري ده ما يحبه ده راجل ده أسد هاي عفوا خالد الغامدي معليش يا يا الغامدي لخبطت الصوفية دارت لخبط لساننا برضو يا الغامدي قصتك شنو موضوع ده طويل فالنقطة الأخيرة التي أختم بها أن يثبت الناس على السلفية حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى ما تتعلق بشخص سلفية دي واضحة نظيفة يتعلم وشيل السلفية كلها بعلمها وأخلاقها وعباداتها ما تبقى سلفي تقول أنا بجغم ده وبردم ده وبكشف ده والكبير ما تحترمه والصغير ما توقره والدائر الحق ما يكون عندك شفقة به لا ده ما من منهج السلف سلفي في كل شيء في الأخلاق أخلاق السلف في العبادة عبادة السلف سلفي أي أبو إسحاق السبيعي قال كبرت ورق عظمي معليش العيشة زمن فات العيشة ما مرق لكن بتيم دي أختم بها قال أبو إسحاق السبيعي قال كبرت ورق عظمي فصرت إذا أردت قيام الليل رفعني رجلان فما أقرأ من القرآن إلا البقرة وآل عمران ثم أركع عجزت قال أنا شغلة كبرت بيرفعوني نفرين لكن بعد كيف ده ما بقرأ كثير بس البقرة وآل عمران بركع طوالي والله ده العباد ولا ما عباد ولد الإمام أحمد واحد من أولاده عبد الله بن أحمد ولا صالح بن أحمد قال كان أبي يصلي قبل أن يجلد 300 ركعة بالليل فلما جلد
ونزل كتفاه صار يصلي 150 ركعة. كتفه نزل، نحن كتفنا فوق ما بنتيم 50، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. دي السنة، دي السنة. فكان عباد، تكون عابد وعلى عبادة في موضعه، مش هنا شغال في الحافلة تمسك مصحف تقول عابد، لا لا، هنا العبادة فرفور ده تقوم تفرفر فيه، تقوم تكشفه، ما مشكلة تقول لهم يا ناس في مشكلة هنا، في مشكلة جاب لنا بتاع، ما مشكلة ده وكذي، تمشي تركب بص جابوا لك داك عدي بينا رقص الجماعة تذكر عينهم تقول سايقين عربية بنصي شغال تحت، يعدي بينا ويا ريس وقف المركب خلي الشباب يركب، داري غريهم معه ما غيرك، وقفوا طوالي يقولون بشعر ده بهز راسه ده اكشفوا طوالي، لا اكشفوا طوالي مين جيلان نور جيلاني، ماشوا هناك بغادي حسين صادق غيره اكشفوا طوالي، ولا توب لي ربك التشابه يا زول ارجع توب، عندك صوت جميل اقرا قران بكي الناس، شغالته تغني وبيجاي سرقة دور ومصيبة وما مصيبة وانت ساكت ساي سلفي تكشف طوالي، وما مش تجي من الحرم يا خالد الغامدي تجي هنا يا أخي عبد الله بن المبارك ده ما سلف، رسل للفضيل بن عياض سلف، الفضيل تاب وبقى قاعد في الحرم بيعبد ويبكي، داك مشى الجهاد عبد الله بن المبارك رسل له ما قال له تعال زور الصوفية، قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، بيعبد في الله جنب الحرمين برضو ما خلاه، ده ما قال له ما هو كتاب راح الجهاد، يا عابد الحرمين وما جهاد السرورية التكفيرين الدواعش، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب أو يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. راح قدام قال لي فضي، قال لي جزاك الله خير كلامك صح وداه حديث، وراح كلامه صح قال جزاه الله خير وكذي وقبل النصيحة، فنحن يا إمام الحرم ما تزعل المفروض نستقبلك، نحن ناس كرم إذا كسودانيين يعني مش كأشخاص، المفروض نستقبلك بالكرم وبالحفاوة وبالكلمات الطيبة، لكن تغلط غلطة كبيرة إن شاء الله بعد تتوب وتنشر توبتها المرة الجاية تجي نستقبلك استقبال طيب وترى استقبال السلفيين وإلى آخره وحفاوتهم، فالناس تكون على الحق. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.